أحد الشباب يقول: أنا شاب مسلم ملتزم وله رغبة في الزواج ولديه القدرة على النفقات، غير أن الأطباء قالوا لي إنك غير قادر على الإنجاب، فهل يحق لي الزواج؟ الذي يثبت عدم قدرته على الإنجاب قد يكون ذلك لعدم وجود الشهوة الجنسية عنده أصلا، وقد يكون لعدم استعداد حيواناته المنوية للإنجاب مع إحساسه بالشهوة الجنسية. وفي الحالة الأولى، ما دامت لا توجد شهوة فلا يحرم الزواج، بشرط أن يخبر بذلك من يخطبها، فلعلها تقبل إن كانت تستغني عن المتعة الجنسية، أو كانت طامعة في ماله مثلا، أو التشرف بزواجها منه، أو لأي غرض آخر مشروع. وإن كان الأفضل أن يتفرغ لأعمال الخير دون زواج. وفي الحالة الثانية، له أن يتزوج ليعف نفسه عن الحرام، ومن الخير أن يخبر من يخطبها بعدم قدرته على الإنجاب حتى ترضى أو ترفض، والله أعلم.